قامت فيه السويد هذه ليست المرة الأولى تكررت يعني مثل هذه الجرائم في السويد، وأعتقد يقينا أن المصحف العظيم والقرآن العظيم هذه المعجزة الخالدة من أن أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها ستبقى خالدة، ولن يضرها يعني أن ينتقص منها أمثال هؤلاء. هم انتقصوا من أنفسهم وبان عورهم وعرجهم للجميع. السويد الآن ودول الغرب هم الرعاة الرسميين للإرهاب الفكري، هم الذين يغذون الإرهاب الفكري، هم الذين يدفعون الناس باتجاه الإرهاب. إنما أقدموا عليه من حرق للمصحف المعظم أمر مشين وأمر يعني لا تكفيه أي عبارات شجب ولا إدانة ولا استنكار. أعتقد أن بهذا الفعل بان عور من يدعي حوار الأديان ومن يعني يتبجح على المسلمين بموضوع الحوار وأن المسلمين بعيدين كل البعد عن الحوار. أقول أعطوني أن مثالا أن المسلمين انتهكوا حرمة دين من الأديان. داعش المجرمة أول من تصدى لها هم المسلمون، أول من أفسى بقتالهم علماء المسلمين سنة وشيعة. هؤلاء الإرهابيون الذين يحاربون الإسلام والذين يكيدون بالإسلام من كل حدب وصوب لن يفلحوا، وبشرى أمة محمد صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. هؤلاء لن يضرونا، وهؤلاء بأفعالهم ينتقصون من أنفسهم ويضحوا أنفسهم. أما اليوم أنا أطالب كل المرجعيات الدينية السنية والشيعية، كل المؤسسات الشرعية بموقف واضح وحازم وحاسم. ينبغي أن يكون الموقف عملي بعيدا عن موضوع الاستنكار والبيانات، وإن كانت الاستنكارات والبيانات مطلوبة، لكن ينبغي أن يكون هناك موقف عملي، موقف يتخذ كل المسلمين في أرجاء المعمورة ليوقفوا هؤلاء السفهاء عند حدهم وليفضحوا عور هؤلاء الإرهابيين الذين يريدون تضليل الناس. الحكومة العراقية مطالبة بطرد السفير فورا من العراق وإغلاق السفارة السويدية، كذلك مطالبة بقطع كل العلاقات الاقتصادية والسياسية مع السويد إلى أن تعتبر السويد اعتذار رسمي وتتعهد أمام الأمم المتحدة، أمام منظمات حقوق الإنسان، أمام المنظمات العالمية ألا تتكرر مثل هذه الجرائم. أين الأمم المتحدة؟ أين منظمة التعاون الإسلامي؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين منظمات الحوار العالمية من هذه الأفعال المشينة، هذه الأفعال الإجرامية التي ما إن شيخ يعني مصطفى توصف إلا أنها يعني مظلة للإرهاب الفكري الذي يسمم عقول الشباب.